مهرجان قرطاج الدولي في دورته 57 كانت فيه حفلة مهمة جدا، حفلة من أول ما هبط اسم الفنان هذايا كانوا لتيكي تقريبا سولد أوت، من أكثر المبيعات هو رغب علامة. نحكيه على نجم سوري، نجم عربي بامتياز، نجم مش أول مرة يكون موجود في قرطاج. المرة هذايا يجي وإقبال جماهيري كبير كبير برشا، غنى أمتع أطرب، عطاه جمهور حقه وأكثر من حقه. تحية ليه، تحية لشعب سوريا من خلاله، تحية لاحترامه للجمهور. صوت حلو، صوت عذب، انتاجات كبيرة تبارك الله، عنده ريبرتوار كبيرة برشا، رغم أنه خلينا نقول ماهوش كبير ياسر في العمر. دونك الجمهور اللي تخلى خرج فرحان، خرج ساتيسفي. الحقيقة ما خلناش نلقاو على شنو نخدمو. نصيف زيتون النجم السوري والعربي على شنو باش ننبرو، ما لقيناش، لأنه كل شيء كان بيرفكت في حفل نصيف زيتون، الحفل الوحيد والإكسكلوزيف في تونس. دونك كيفاش تعدى، كيفاش كانت الأمبيونس، شنو الأغنيات اللي غناهم، شنو حكاية المغني والعازف الكفيف اللي طلع معاه، باش تعرفوا أكيد أكثر تفاصيل. كيفاش كانت الأجواء في كارتاج في دورة 57 مع نصيف زيتون. خليكم تشوفوا معايا تتسيطة. حفلة نصيف زيتون كيفاش لقيتو؟ ياسر طيارة على الاخر والله، غنى بالقدي وصوته يهبل على اللايف وجو احلى جو. اكثر حاجة عجبتك في الحفلة ولا بختي ولا النظمة وكل شيء مريقل؟ معناها اول مرة نحضر حفلة كله تمام. عسلامة. عسلامة. انت جيت منين؟ من الاردن. من الاردن حضرت لقبل في الاردن؟ حضرت، لا في الاردن لا، حضرت مرتين في تونس بس. في تونس يضرني كل ما اجي نصيف زيتون تونس تجي من الاردن هكاك. تاخذ جيوني، كيفاش لقيت الحفل؟ يعني اجواء نار، الفنان نار، التنظيم كل شيء تمام. انت حضرت قبل وذي المره الثانيه؟ المره الثانيه كمان نصيف. كمان نصيف. وكيف لقيت النصيف تغير؟ انه شكله تغير زي ما هو ما شاء الله عليه، انه شكله تغير ودائما بس شكله تغير. شكله تغير بس يعني للاحسن. للاحسن اكيد. اكثر اغنيه تحبها ليه؟ والله صعبه، يعني كل اغنية حلوه. مش واحده مفضله عندي. مش عم تزبط معي. كيفاش لقيت ساري اليوم؟ تهبل. نورمال، عملنا جو حفلها على الاخر على الاخر على الاخر فريمون يفطق مش نورمال، وان شاء الله تعاودوا تجيبوا مره جايه. اكثر حاجه ولا جيست ولا اغنيه حبيتها اليوم؟ بالاحلام. بالاحلام. مش نورمال والله، حفلها على الاخر
صوته ياسر محلي في اللايف وشيخنا مش نورمال مش نورمال والله يعطيه الصحة فريمون سهرة عالمية فتوق يعطيه الصحة صوت انكرويابل فريمون ليلة تعدت بارفي يعطيه الصحة عجبني بيان سور يعطيه الصحة. شنو أكثر حاجة عملت على الجو؟ أغاني جدد بيان سور يعطيه الصحة فريمون يعطيه الصحة وحفلة رائعة وتعدت بارفي وسهرة منظمة كل شيء كل شيء منظم يعطيه الصحة وإدارة المهرجان يعطيهم الصحة كل شيء عاملة لي جو بارفي والله فريمون بارفي بنتي خرقتني شوية جهة النوم جهة النوم أنت جهة النوم نصيب الزيتون اللي غني قداش عندك من اليوم خذيت لي تيكي قداش ولا هي عندي دو سيمان وهي دبرت لها اليوم باش نجمت نجي سينو ما نجمش ما بقيت ونخليها سي بور سا معناها الحمد لله تعديت سهره عالميه يعطي صح. يهبل يهبل الجو ملا احساس وملا غني وملا جو وياسر محليه وسهريه تفتق تفتق تفتق. هو محليه ولا صوته محليه؟ هو محليه وصوته محليه الحقيقه. اي وكيفاش تعديت الامبيونس؟ تهبل تهبل ملا انرجي عنده وعملنا جو على المهم قعد اكثر من تقريبا ساعتين ولا اكثر؟ اي قعد بالكدا يهبل 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 مش الدوخ يهبل يهبل ما عسلي نقول ما شاء الله علينا ما شاء الله ما شاء الله اجي 10 على 10 عسلامة عسلامة صفا الحمد لله. انا نحكي قلت لي انا سورية انا سورية وعايشة بتونس عندي 13 سنة هون. كيفاش لقيت ولد بلادك؟ ولد بلادي بيرفع الراس الحقيقة يعني بيضة الحقيقة يعني قعد نص ساعة زيادة ما في مطرب بيعملها يعني شوف الاحترام يعني غنى لسوريا اليوم كيفاش سوريا ولا تونس اكيد بلده يعني اللي ماله انتماء لبلد اللي ماله كبير ماله صغير صح يعني هذا الشيء انا بفتخر فيه قد ما كان نحن بنضل سوريين وبنفتخر انه نحن سوريين ومحتضنتنا تونس. مزيانة برشا تعديت وبصراحة برافو علينا الكل علينا الكل ذر الجمهور غنى زيادة ما خليتوش يغني الراجل الجمهور غنى وإحنا غنينا ونصيف غنى والحمد لله معناها تعديت حفلة كما إحنا نحبه خير زيادة وقت بزيد الوقت بألف مرة زايد بصراحة عطيه الصحة فرح بينا معناها في بلادنا كما إحنا نقول معناها وإحنا فرحنا بيه وصفا تعديت سهرة مزيانة برشا أحسن مقطع عجبني اللي أنا زوز غنيات نحبهم اللي هما الغنية الأخرى اللي هي تكي ومش عم تزبط معي
جيت؟ جيت بريسك من 6:30 7 هكاك. لقيت بلاصه فاسيلمون هكاك؟ لقيت بلاصه الحمد لله، وتعدى جو باهي وعجبتني السهريه بالكل الحق، معناها يعرف يغني و سبا. اما الله غالب، معناها احنا المفروض لينا باش نسمعوا نصيف، اما الجمهور هو اللي يغني. ايوه هما انت هو اللي معناها الجمهور يغني، واللي هو بعد ساعات يوقف ما عادش يكمل يغني. أي. يقول الجمهور يغني، معناها اش نعمل انا بريسك؟ اي صحيح صحيح. وريناه قال انا لازمني نغني. أي. هذاك علاش؟ ما محبة الجمهور، ما غنيتش انت معاه؟ غنينا معاه بالطبيعة شوية، أما هو الحق باهية وسهرية باهية وجو، عملنا جو، إن شاء الله يعاود يرجع معناها كل عام إن شاء الله. أكثر جزء عجبك في السهرية ولا أغنية عجبك؟ أكثر أغنية عجبتني كي طلع وقتها معاه واحد آخر يغني، إي هذيك عجبتني بالحق الأغنية، إي تبل. واو توب توب توب. سمعت بك لي انت شاده صحيح في جيل النصيف، خاطر شكون يحب جيل راغب وانت حرمت عليه. انا نحب جيل النصيف. جمهور ولا يغني قعد نصيف، قعد نصيف وخلينا احنا نغنيو معناها. اي قعدتوا غنيتوا في ديارك. اللي نحبوا يجيو لهنا. حبوا تراوه ويغني. حبوا يشوفوا لهنا وحبوا يشوفوك انت زاد. انا هاني موجوده وهو هاو موجود اليوم. حفله نصيف، شنو الحاجه اللي عجبتك فيها؟ حضرت له قبل ولا لا؟ منظمه برشا، محلاها العبيد منظمين. وهو أيه. منظم برشا وزاد غنيات، وبالحق حفله تعديت محليها على الاخر. فماش غنيه هكا كوت كور دكي بطبيعه الاخرانيه اللي خلاها.